هذي 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 شوف هذي دخلتوا في صلب الموضوع خاطر هذي كلها شوكولاتة والفازة نتاعها ياسر اوريجينال اسمها لافا كيك. لافا كيك هذي نشوف فيهم السنين بالحق برشا تراند تراند على تيك توك والكل قلت خلينا نجربوها فما ينغسات عجبتنا دونك حطيناها عملنا لها سيف سهله على الاخر دونك الفازه نتاعها اللي هما ياخذوا باكو جو ولا باكو حليب ويحطوا فيه البريباراسيون هذيا ومن بعد تبدا هكا كجولي ولا كيفاش حاسلو التكستور نتاعها عجبتني برشا قلنا خلينا نجربوها دونك اول حاجه اش يعملوا ياخذوا يقصوا الشوكولاته قصتها مقدار 100 غرام ومن بعد حطت اصفر عظمه معاهم سكر ومعاهم شويه نسبريسو حطتهم الكل بعد حطتهم بماغي حطيك شي يسخنوا شويه وزدتهم الشوكولاته بيسكو هما سخان دوكو الشوكولاته ذابت والكل وبعد حطتها في شطر باكو نتاع جو ولا شنيه هذيا حطت بابي كويسون وبعد حطت فوقها بودره دو كاكاو وبارامون تيكستور نتاعها تشهي على الاخر على ذاك احنا باش نجربوها الفيديو هذيا عامله 4 مليون كهو اما الروسيت عاملينها برشا اختارها تراند دونك ما نعرفش شكون موليها ما نعرفش اما نعرف اللي هي ولا تراند يلا نجربوها توتسويت عندي هنايا باكو جو صغير دونك قلت خليني نجرب كونتيتي صغيره ما نجربوش الكونتيتي الكبير دونك هنايا شويه شوكولا اصفر عظمه وشويه نسبريسو دونك هي اش عملت خذيت هذيا وحطت معاه السكر وركبتهم مع بعضهم الزوز خاطر حطت كونتيتي صغيره ومن بعد زدتهم هوني هي عندك القهوه الحاضره عملتها بالحليب انا هوني عندي قهوه هكا هوني حطيتها ومن بعد حطيتها في الباماغي فوق كسرونه وقاعده تعمل فيها هكايا حتىك شي تسخن وقت العظمه باش تجيب العظمه ظهر لي يا جماعه برشا قهوه برشا لازمها التكستور نتاعها تذوب الشوكولاته اللافا كيك باهي هوني انا توا باش نزيدها الشوكولا هي حتى شوكولا نوار 100 غرام بعدها على الباماغي نجي هوني شوفوها ليش حولي ريحة الشوكولا هذا هو التكستور نتاعها وليت عاقدة كي زدناها الشوكولا هوني باكو جو باش نقصوها هكايا يلا باش نجي هوني باش نقص هكا هايلة فوالا باش نجي ونحط في باكو جو هذاك نجي تحط هوني فوالا يقعد شويه هكايا كهو توا هذي باش نمشيو نغسلوهم وهذي باش نحطوها في الجدار ترتاح او موا 3 يلا خرجناها من الكونجيلاتور تويكا باش ناخذو مقص يا بسم الله يا بسم الله هي نورمالمون شاد تروح هذا نورمالمون امريكلا نقصوها من هوني هاي او من هوني اما نحسها نتاع صيف مش تاع شتا هذايا شفتهم زيدا مجربينها في باكو نتاع حليب اما احنا قلنا نجربوها في حاجه صغيره هيك نحطوها توا في هذايا اوب بلاش اهلا بينا يا اهلا جوها مريقل خلنا نلوحو زي في الكوبان تويكا شقعد باش نحطو لها شويه كاكاو ونذوقو البنه ظهرت شهيه يا شباب ظهرت شهيه هذي ظهر فيها يعني شحال نعملو ديغوستاسيون 1 2 3 هاي تكستور مريقله ومونه مريقله شو من داخل كيفاش بنينه 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 والله هذي هبال جربوها ماكمش باش تندبوا توب توب طب سورتو للي يحبوا اكل هكا الجاتو غلاسي ولا غلاس شوكولا جو فاليد